من يومين وزمنا متعب بحنين كنا صغار من يومين وزمنا متعب بحنين نقطف بلد من مشوار شو يعني لو قالوا صغار نقطف بلد من مشوار ولدت في بيتنا في القدس في البقعة التحتة وسنة 41 كان شهر نيسان يعني 19 نيسان ويعني كنت أنا الولد الثاني بعد أختي وبعدها أجت أخت ثانية بس أمي لأنه كانت خياطة ودائما تخيط على بجريها يعني كانت الماكنة فطرحت أربعة فأنا لما جيت طبعا انبسطوا كتير على أساس أنه ولد بعد بنت وأجت بنت زي العادة يعني فكانوا حتى أهلي بتذكر هذه واحدة من الأشياء اللي يقولوها أنه يلبسوني لباس بنت لسبب بسيط حتى الناس قال ما يحزنونيش يعني أنه ولد بتعرف بصير الشغلات هاي لكن اللي ولدتني كانت قابلة اسمها ستيلا وكانوا دائما يجيبوها على البيت وكل المنطقه يعني كانت ستيلا تجي وهي اللي تولد فولدت في هذاك البيت البيت لسه قائم بال 48 طبعا اليهود اخذوه ولحد هلا مهدينه احنا ثلاث اشخاص انا واختين اخت اكبر مني واخت اصغر مني وبيننا سنتين وعشنا مع بعض يعني طول عمرنا ما زلنا امي اميه تماما ابوي درس للصف الرابع في الصف الرابع كان في مدرسه الفرير ففي الصف الرابع كان عم بيشتغل في الدرج فالمعلم شاف انه مش منتبه عليه فقال له وقف يا حمار وقف ابوي وقال حاضر يا طور قال له شو قلت قال له اذا انا حمار معنى معلمي بده يكون طور مسك العصاي ومشي باتجاه ابوي، ابوي الدرج تبعه قريب من الصف من الباب طلع ولم يعد. هذه كانت قصته مع التعليم، في الصف الرابع ترك. اول شغل عمله كان كومسري في البساط الداخلية يعني. بعدين اشترى سيارة واشتغل يعني طول عمره شوفير تاكسي. امي بدأت الخياطة وهي عمرها 12 سنة. لما كان عمرها 12 سنة أبوها ضرير وكانت أمها ميتة وهي كانت يعني أكثر واحدة كأنها عندها مسؤولية فقررت أنه تعيش مع خياطة في المصرارة وتعلمت منها الخياطة وعلمت خواتها فالأربعة اشتغلوا حوالي 18 سنة شغل يعني ليل نهار خياطة 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 وحوشوا شوية مصاري وبنوا بيت في البقعة يعني بعد 67 أكثر من مرة نخدها نروح في السيارة على أساس تشوف البيت يعني ما نوصل عند قلنديا أو أكثر محل وصلنا شعفان تصير تبكي 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 يعني تجهش في البكاء وتقول لا رجعوني بقدرش أشوفه لأنه زمرت هي بنته اشتغلت هي وخواتي أخواتها سنين حتى بنوه فبالنسبة إلها تعود تشوفه وما يكونش إلها ما تقدرش تدخله يعني كان مؤلم فتوفت هي في 84 يعني من 67 لل 84 وحنا نجرب نخدها ما وصلت البيت ما قدرت توصل البيت أبوي وإمي ولاد عم لزم
فلما راحوا على الكنيسة بدهم يتزوجوا في 37 قال لهم الخوري احنا ممنوع ما نقدرش نتزوج ولاد عم لزم. فأبوي قال له بس احنا بدنا نتزوج يعني. قال له متأسف ما مش راح نقدر نتزوجكم. فهو أخذ إيد أمي وصار يفتش على الكنائس مين منهم بزوجهم بيقبل يزوجهم. شوفي يعني قديش كان عندهم المؤسسة مش مهمة يعني، لسه الفكر المؤسسي والانتماء لمؤسسة ضعيف يعني. ما بدكم تزوجونا مش مشكلة بروح على محل تاني يعني، مش قضية ان انا مش لا انتمي لك او لاي حد تاني، وانا خلص احنا قررنا بدنا نتزوج. فلفوا الروم الكاثوليك قبلوا يزوجوهم، فاضطر يروح على المحكمة الكنسية ويحول من أرثوذكس ل كاثوليك وتزوج بالكنيسة الكاثوليكية. يعني هي قصة طويلة، بس الإشي اللي بدي أقوله يعني إنه أمي كان إلها يعني التنين كان لهم أثر كبير في حياتي. وأحد الأسباب إنه ما كانوا مؤسسين، يعني بقدر أقول أنا الشيء الأساس اللي أنا تأثرت فيه إنهم مش مؤسسين، مش مؤسسين. مما عنا إنه لما كنت في المدرسة لا أبوي ولا أمي كانوا يتدخلوا، ولا كانوا يجيبوا سيرة المدرسة، ولا كان حتى يسألونا كيف العلامات مش علامات، لأنه عمره ما عاشوا هذه المهزلة، مهزلة العلامات يعني. فإحنا كنا محميين من هذه الناحية. أمي يعني أكثر إشي أثر علي في حياتها، وهذا بحكيه بجوز في التفصيل يعني، إنها لأنه أنا درست رياضيات ودرست رياضيات وكنت في أوج عملي في الرياضيات، لما انتبهت إنه أمي رياضية مهندسة، والهندسة اللي كانت تشتغل فيها أو معها أصعب هندسة، هندسة أجسام النساء يعني، في أصعب من جسم المرأة تعمل ملبس يزبط على يعني. إحنا يعني أنا بكل الرياضيات اللي بعرفها لو قلتي أعطيتيني كرتوني وقلتي لي أعمل صندوق منها بجوز أستصعب، لأنه رياضياتي مش عملية، رياضيات كلام ورموز. فأنا يعني لما انتبهت سنة 76 كان عمري 35 سنة، لما انتبهت إنه اللي بتعمله رياضيات من نوع لا أستطيع عمله ولا أفهم كيف بصير، معناه في شيء اسمه عقل فطري. فانتبهت إنه عقل أمي الفطري حي، عقلي الفطري ألغي بسبب المدارس والجامعات. كنت محمي بقدر أقول، محصن بثلاث أشياء: تجربتي في فلسطين وحضارتي العربية وأمي المهندسة الأمية. هدول الثلاثة أعطوني قوة هائلة ضد هالجامعة اللي بفكروها إنه أحسن جامعة في العالم، وبديت أشوف الخبايص فيها لأني محمي محصن. بقدر أقول عشت أكثر مع خالات من مع جدات. لما أبوي قرر يعني يتزوج أمي وأجا لها أنا حابب أني أتزوجك، قالت له بس أنا في لي ثلاث خوات ما لهمش حد فبدون يعيشوا معنا، إذا هذا الإشي ما بيوافقك ما بقدر أتزوجك. كيف يعني كانوا الناس والعلاقات أهم؟ قال له طبعا
يعني بضلوا لحد ما توفوا يعني في حياتهم. بعدين اللي حصل انه في قريب لهم قرايب يعني الاب والابن والام توفوا، كان لهم ولد والولد كان عمره 4 5 سنين ما كانش له حد. فامي يعني هو كان قريب يعني لامي، فقالت لابوه شو رايك انه يعني نتبنى الولد؟ قال لها ما في مشكله. يعني كيف كانوا الناس عن جد يعني لبعض. ف يعني احنا كنا ناديه خالي، مع انه هو مش اخو امي بس باعتبار كان اخ لهم. يعني بيتنا كان على سكة حديد يعني، فكتير مرات نأخذ ملاليم ونحطهم حتى لما يمشي الترين يبسطهم. كانت هذه بالنسبة لنا لعبة يومية تقريبا، والملين كان مع انه الملين كان يعني محرز. كان في برضه بعض الحقول اللي حول، احنا كنا 3 بيوت جنب بعض، وكان في من الجهة اليمين والجهة الشمال كان في حقوق حقلين، فكتير مرات نروح مع أولاد الجيران نلعب يعني فيهم. وكانت يعني الحياة بتختلف. الخطر الوحيد كان علينا هو من مستوطنة قريبة اللي هي مكر حييم، ولما اشتد يعني القتال وإلى آخره كانت مشكلة اللي كنا يعني عشناها أنا وخواتي. مثلا لما يصير في قصف من مكر حييم على المنطقة اللي احنا فيها، كانوا أهلي يفيقونا من النوم ويخلونا نجلس تحت حلقات الأبواب، لأنه كان في نظرهم آمن مكان في حالة أنه صار في قصف ونهد وشيء. أنه فيعني أنا بتذكر تمام أنه كنا نقعد مرات ساعات واقفين تحت حلقة البيت لما يصير في قصف يعني على المنطقة. أبوي كان عنده شيء لما يحدث حدث، زي مثلا لما الهجنة تفجروا فندق الملك داود، ولما فجروا فندق سمير أميس، بعرفش ليش دائما كان يجي في السيارة ويأخذني أنا وأختيني ويروح يفرجينا المكان. فهلأ أنا مثلا صورة الفندق الملك داود، الجزء يعني الأرنة اللي هدموها لحد هلا يعني في ذاكرتي، والسمير أميس لما هدموه كله يعني برضو أخذنا وتفرجنا عليه. المرة الثالثة اللي أخذنا اللي بتذكرها آخر مرة كانت يعني في وجودنا في القدس، هي بعد مذبحة دير ياسين، لأنه إحنا كانت القدس زون A وزون B وزون C والآخره. فلما أجوا اليهود في بعض اليافعين من دير ياسين وصار يلفوا في القدس يقول للناس إذا ما طلعتوش هيك بصير فيكم، كان في زون تاني مش في الزون تبعي، فأبوي أخذنا على الزون التاني وكانوا حاطينهم في بيك أبس يعني ويلفوا ويقولوا هذا الكلام، مع أنه أبوي عمره معلق لما يأخذنا على المحلات ما يحكيش أي شيء، بس كان حابب أنه يشوف يخلي يعني هذه بقدر منه هذا الشيء أنه خلانا نشوف الأحداث مش نهرب يعني منها. الفندقين شفتهم، والدورة اللي كانت من الإسرائيليين أو اليهود لفوا كمان شفتها. وطبعا بعدها مباشرة يعني بعد مذبحة دير ياسين كثير من أهل القدس تركوا، على أمل يعني زي أهلي كان لنا إحنا أقارب في أريحة، بنروح على أريحة بنقعد أسبوع أسبوعين نعود نرجع. فرتبوا البيت وضبضبوا كل شيء بما فيه كمان كل الصور والأخرين. ما بعرف ليش أبوي فكر بشيء واحد، إنه الماكنة تبع أمي كانت طبعا مع إجرين هيك شيء، بس هو خلع الماكنة وأخذها معنا. شو اللي خطر على باله يعني فيها نوع من برضو كمان الذكاء الفطري، إنه بلكي تحتاج أمي تشتغل، لأنه هي الوحيدة اللي كانت يعني ممكن تشتغل وتدخل مدخول. فلما رحنا على ريحة وطورت شوي حطها على صندوق، ركب الماكينة على صندوق
وصارت تشتغل بإيدها مش في إجريها يعني. وظلت هذه سنوات اللي تشتغل يعني عليها. لما طولت الحكاية في شهر 7، إحنا يعني تهجرنا في شهر 4، في شهر 7 جينا على رام الله وكان فيه كمان 3 عائلات أقارب، وأخذنا المدرسة اللي كانت مدرسة دبرية اللي هي النهضة النسائية اللي جنب البلدية. فإحنا 4 عائلات عشنا فيها 2 شهر، لأنه خليل أبو ريا اللي كان مدير المدرسة قال يا جماعة أنا المدرسة بتبدأ في شهر 9، ف يعني لازم تتركوا المدرسة. قلنا له هو إحنا بنقعد لشهر 9، قال لي أهلي قالوا له يعني فكروا برضه لسه كانوا على أمل العودة يعني. أول بيت سكننا فيه هو هذا البيت اللي كان مدرسة، كنا 4 عائلات نعرف بعض يعني أقارب، وأخذنا هذا البيت كان مدرسة خليل أبو ريا، وقال لخليل أبو ريا إنه لازم تتركه بآخر الصيف لأنه المدرسة بتبدأ، قلنا له طيب. فقعدنا عشان في كتار أولاد صغار كنا، فكنا يعني بالنسبة لنا الحديقة هذه كانت جميلة وما كانش فيه لا سور ولا كان فيه أي شيء، كان فيه أشجار وكنا طول النهار نلعب وكنا نقعد تحت هذه الشجرة. هذه الشجرة كانت موجودة، وأبوي وقت حط من حجار زي مقعد وكنا طول الوقت تقريبا تحتها. يعني غريب أن رساها عايشة ومزهرة وحالتها حلوة، بس بتذكر يعني كل يوم تقريبا لأنه كان صيف، لأنه تهجرنا في شهر 4 وضلينا يعني، فكانت يعني الذكرى كانت كتير حلوة. ولأنه كنا 4 عائلات وكل ليلة يعني يعملوا سهرة ونقعد. بعدين لما بدأت المدرسة انتقلنا للبيت اللي وراء، وقعدنا كنا 8 أشخاص احنا في العيلة، قعدنا في غرفة واحدة لمدة سنوات يعني 3-4 سنوات. وكانت الغرفة هي عبارة عن كل شيء، ننام فيها وأمي وخالاتي يخيطوا فيها يشتغلوا فيها ونأكل فيها ونلعب فيها في الشتاء. يعني بالنسبة لنا كأطفال لأنه العيلة كلها مع بعض ما شعرنا إنه 8 في غرفة كأنه إشي كتير، بالعكس كنا حابين هذا الإشي. هلأ كان هذا البيت وراء البيت دار جغب، وهدول العمارات كلها والبيوت هذه كلها ما كانتش موجودة، كلها كانت حدائق. وفي بيوت قديمة وراء هذا، في حوالي 3 بيوت قديمة لساهم موجودين، بس أظني واحد منهم عم بفكروا إنه يهدوه ويبنوا محله يعني. بس هذه كانت يعني كانت رام الله زي عن جد زي جنة صغيرة، فيش بيت ما فيش فيه حد حوالي حدائق يعني. حتى الشارع الرئيسي لحد الثمانينات كان فيه حدائق حول البيوت، وكانوا الناس يعرفوا بعض. وبتذكر يعني كنا نطلع في الشوارع، نطلع نروح لهناك ونجي ونلعب، ما كانش حدا يخاف على أولاده. كنا دائما في شجر لوز نطلع نروح نشبط على نتسلق شجر اللوز، كانت شجر اللوز لتحت ولحد هلا أظن فيه يعني بعض الشجرات، بس فتحوا شارع. فكنا يعني نعيش مرات على شجر التوت وشجر اللوز وشجر البرقوق، يعني كان الواحد زي العصافير عشوا في الشجر يعيش فترة منيحة في الشجر يعني. وكان دائما اللعب مع أطفال آخرين كان دائما في حيوية وحركة، والحركة مش إنه يعني الواحد يتحرك بس في دولاب ولا في شيء من هالنوع، كنا احنا نخلق. بتذكر نلعب فوتبول يعني، كان الجيران يجيبوا. هلا انا كنت لانه حجمي صغير وعمري كمان صغير، ما قالوا ليش ممنوع تلعب، يقولوا من لعبك بس فستق فاضي كانوا يسموه يعني، انه مش جدي مش واحد من الفريق انك تلعب، بس بتقدر تلف وتروح زي ما بدك. فيعني بقول قديش كانت هالفكره، فكره فستق فاضي يعني انك انت مش محسوب على الفريق اي فريق، بس مش ممنوع انك تلعب. يعني شوفي كيف كانت الحياه فيها دفئ
وكان فيها علاقات وكان فيها انبساط، مش بالآخر مين بفوز ومين ما بفوزش وكل هذه الأشياء. بس بذكر أكثر لعبة حبيتها اللي كنا نسميها سبع حجار، هذه يعني ما بعرف كنت أعشقها ونقعد ساعات. احنا بيتنا في القدس لحد هلا يعني اللي موجود في القدس هي حوالي حديقه صغيره، وكنت كل يوم كان عندنا قفص دجاج، فكل يوم الصبح اطلع افتش على بيض، وكثير مرات اخذ البيضه واشفطها يعني وهي نيه، وكان في بسس طبعا، وكان في حجار، وكان في نباتات، وكان في كل هذه الاشياء. فيعني كنت في هذا البستان الجميل. فلما قرروا انه ياخذوني على المدرسه، هي كانت المدرسه الانجليزيه اسمها قريبه من بيتنا يعني، فاخذوني عليها لانها قريبه، وحطوني في صف اللي بسموه صف البستان المدرسي. فلما رحت اول يوم يعني هذا البستان المدرسي، طبعا برضه بالشعور الفطري شعرت انه هو ما في حياه. فتاني يوم ما رحتش، كانت خالتي تاخذني، ولما ما اروحش ابوي يرجع يقول لي بكره لازم تروح، اقول له طيب. وفي اليوم التالي ما اروحش، هقول لخالتي قولي له بكره بروح، كل يوم هقول له بكره بروح. فلما ابوي يعني شاف انه كلام فاضي يعني بوعد بس ما بوفيش، اجى مسكني ربطني في حبله وحطني في السياره وقال لي بدك تروح، ورحت. وقال لي من يوم طالع كل يوم تجي، فصرت أروح على المدرسة. فيعني أنا في رأيي هذه كان أول احتلال في حياتي، بمعنى احتلال بستان مزيف محل بستان حقيقي. كان عمري 5 سنين يعني منذ السبعينيات وأنا أقاوم هذا كل أنواع الاحتلال، كل أنواع الاحتلال. ولقيت أنه في كل أنواع الاحتلال كان الحل هو عودة. يعني لما تمردت على الرياضيات، اللي خلاني أتمرد على الرياضيات كانت عائلة أمي، فهي عودة إلى العقل الفطري، إلى المعرفة المرتبطة بالحياة، المرتبطة بالفهم، المرتبطة بالمعنى. حالياً يعني لما هاي الغزة قرروا إنه هن بدون شحاربوا عشان دولة ولا عشان كذا وإلى آخره، وإنما عودة، بدي بس أرجع على بيتي، بس ما بديش لا بدي حارب ولا بدي أقتل ولا بدي أعمل شيء، بس بدي أرجع على بيتي. أنا بالنسبة إلي كمان معرفياً هذا اللي عملته في حياتي، ما بدي لا شهادات مع إنه خدت، ولا بدي أعمل كل أي شيء من هالنوع، بدي أعود إلى المعرفة وإلى التعلم الفطري. عشان هيك بعد ما اخذت الدكتوراه المحلين اللي اشتغلت فيهم كان مخيم شعفاط ومخيم دهيشه.